السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كام يوم صديق ليا رشح لي بودكاست، حلقة بودكاست. هو بيعرف ان في حلقات ببقى فعلا بتعلم منها كتير وبتفيدني تربويا وعلميا وحاجات كتيرة كده وروحانية، فبعت لي رابط كده لبودكاست وقال عليه رهيب. بس فأنا فضلت أركن كام يوم لحد ما دخلت على البودكاست وسمعته، وإذ بي أتفاجأ برحلة تستحق يعني تتعمل فيلم وتتمثل. رحلة عن جندي أمريكي اختار الإسلام، بحث عن الدين، عافر ليصل إلى الله عز وجل لحد ما دخل الإسلام. من أعظم الرحلات اللي لازم تقف مع نفسك فيها ويقف فيها أولادك مع أنفسهم، إن هم يختاروا دينهم ويبحثوا عن دينهم ويصلوا إلى الله بأنفسهم. عايز تتعلم عن الموضوع ده؟ شاهد البودكاست. بودكاست بيوري لك أمريكا الحقيقية، إزاي الغل والحقد وإزاي الكراهية وإزاي الظلم وإزاي إن هي قائمة على البطش، وإزاي بيدرسوا ده للجنود. أنا يعني بعد ما شاهدت البودكاست عندي شعل الطاقة رهيبة اني اتحدث عنه. كمية الدوبامين، عارفين لما تكون نشوة وسعادة وفرحة وابتهاج. رجل من زمن الصحابة يتحدث، جبل عتيق، والله اقسم لكم بالله لما تشاهدوا بيحكي عن الاربع سنوات في السجن وسنواته في اليابان وسنواته في موريتانيا ورحلة التعلم لدينه ولحياته، وإزاي بيتعلم عن نفسه ويقيم نفسه ويفهم نفسه، وإزاي بيتعلم الأدب قبل العلم مع تحت يد العلماء، إزاي يتحول لداعية إلى الله ويوهب حياته كلها لله، وازاي السجن بيضيق ويوسع عليه، وازاي كم الضحك والابتسامة اللي في الفيديو. انت هتضحك من قلبك في البودكاست وهتبكي بكل تأثر وحركة في البودكاست. البودكاست بيشغل اربع هرمونات، هتلاقي نفسك هرمون الدوبامين اوكسيتوسين، هرمون السيراتونين، الاندورفين، كل الهرمونات بتشتغل، جسمك كله بيعيش الفيديو. ساعتين مش هتقدر تغمض عينيك حرفيا. طبعا الفيديو بقاله تقريبا اسبوعين، شافوا تقريبا 2.3 مليون. المذيع مذاكر وعايش قصة الراجل لانه كان عايش معاه. الفيديو على اثير اسمه من جندي في الجيش الامريكي لداعية اسلامي، بس على اثير. شاهدوه، مش عايزكم لوحدكم، بالله عليكم اي حد يشاهده خدوا عيالكم معاكم. لا تقولوا لي بقى نتفليكس، لا تقولوا لي افلام هوليود، ولا تقولوا لي الكلام ده. طبعا هم مش هيمثلوا في هوليود، لان طبعا هتعرفوا ليه، لا تعرفوا ليه. لكن اللي انا عايزه من حضراتكم ان انتوا تشاهدوه مع اولادكم، ده مهم جدا، خصوصا من يعيش في الغرب. اسمعوا شاهدوا، والمخدوعين طبعا بالحضارة الغربية والحقوق الإنسان وحقوق الحيوان والكلام ده، اللي مش هيعرف يوصل للفيديو يطلبه تحت واحنا هنحط له اللينك. والسلام عليكم ورحمة الله.